ايوه تفضلي. فضيلة الشيخ، انا ليا استفسار صغير عند حضرتك. تفضلي هنا. انا جدتي توفت من 4 شهور. نعم. وكان عندها ذهب. نعم. فقالت المصحف ده عند وفاتي ابني ياخده. نعم. هل الوصية دي تجوز بعد وفاتها، ان احنا بعد ما ماتت ندي المصحف اللي جابه لها ده لابنها زي ما قالت؟ عشان في بعض من اولادها معترض، بيقول لا ده يتحط مع بقية الذهب ويتباع. تمام. فهل الوصية دي تنفع ولا ما تنفعش بعد وفاتها؟ قالوا لا، كانت ادهاتها وهي على قيد الحياة. تمام. فأنا مش عارفة نتصرف ازاي. شكرا لك يا بنتي، كتر خيرك وبارك الله فيك. ودايما بقول للناس انه قال اللي بفكرهم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني الوارث ليست له وصية. طالما هيورث كده كده هوصيله ازاي؟ فما ينفعش ان انا اوصي الوارث. لو هي كانت يعني عاوزه تدي حاجه وهي عايشه، على عيني وعلى راسي. انما ما اقدرش ان احنا نقول لها لا توصي بعد موتي، فلان ياخد كذا وفلان ياخد كذا، ما ينفعش. لا وصيه لوارث. لو كان من ضمن ممكن تجوز الوصيه في حدود الثلث لغير الوارث، انما للوارث ما تنفعش يا استاذه امل ابدا. وبالتالي المصحف ده المشار إليه لازم يرجع في التركة ويوزع ضمن التركة مرة تانية، إلا إذا أجازه باقي الورثة. يعني باقي الورثة قالوا إحنا موافقين ما عندناش مشكلة، يبقى على عينه وعلى رأسنا، وربنا يتقبل ويغفر لنا ولكم يا رب العالمين.